مرة أنا قاعد في المسرح لقيت واحدة مضية مسرح قالت لي تيجي تعمل دور. أهلاً 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 عباس أبو قضاء، فرحت لك جداً بصالح هانم. أنت خدت الحكاية جد ولا إيه؟ أنا مش طالب على إنسانيتي، أنا كوتش. المجتمعات المتخلفة يا عبد الجبار ما تعرفش حاجة اسمها العلم. أنا زيكم بالظبط، ماشي جنب الحيط. أنا اسمي حاتم بهلول وعندي معلومات كتيرة تهم الأنجل. أنا جاي أخدم واحد صاحبي وبس، وعارف إنه يستاهل. مش أي قضية يا علي، ده قضية بلد. كلمه يابا، عقله. مش فتح نوفل اللي هيكون كبش في ده الناس تانية. شفت في الحلم إن المصلحة هيتحرق بكرة الساعة 10:30 بالليل. مش محتاجة حاجة يعني. أنا صاحب أسرة أصلي وعنده أسرة، لما اتجوزت بقى حبينا بعض أنا وهلا، ده الحب الحقيقي. ولو رجعت الأيام تاني هختار الست دي ورد. قلت لها لا، أنا مش بتاع جواز. اتجوزتني بعدها بحوالي أقل من سنة، كنا نعيش مش عايزين أطفال، نعيش حياتنا وبتاع. فخلفت رامي وقلت لها ولد واحد كويس يعني، فجابت سارة. قلت لها ولد وبنت كويسة، جابت محمد. بطلت أكمل. الناس بتحدي، الناس دي بتقول لك إن الفن حرام. طبعا ده شيء مش ممكن يكون الفن حرام يعني. وحتى أنا رافض هذه الفكرة يعني، وأقول لأولادي إيه؟ أقول أنتوا بتاكلوا حرام؟ دي كان من ضمن الحاجات كمان اللي أنا يعني رحت أسوط عشان كده، ورايح خوفا على أولادي وخوفا على بلدي. النهارده بالذات مش عارف يعني، بقول لك حاجة منتهى الصراحة، أنا حاسس بالسعادة. هتقولي ليه؟ مش عارف، عندي إحساس بالسعادة. خشبة المسرح دي شغلانة في قلبي وروحي وكياني من وأنا صغير. في مثل يقول لك المسرح لا يعوقه القبر، تذكرة دي عقد. إزاي الناس تصدقك؟ إزاي الناس تقتنع باللي أنت بتعمله؟ ده مهم جدا. حب مهنتك هي هتحبك يعني، والزوجة مهمة والأسرة شيء جميل. الصدق هو اللي بيحدد ده، وانتماء الممثل لجماهيره هو اللي بيحدد استمراره أو عدم استمراره. أنا أعتقد أن أنا بسعد الناس، أنا أعتقد ده شيء جميل جدا في حياتي. أشكركم وكل إخلاص ومحبة لحضراتكم، ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة. أنا بحبكم كتير كتير كتير.